9 سنين اخويا بس كنت هنا كنخلص عادي للسيد، كنخلص ليه الكرا ديالو. مني ولا باغي يبيع الدار، اي واحد تيجي تيبغي يشريها تيقول ليه لا تحيد لي ديك مولات الاولاد اللي في السطح. وانت كتشوف اخويا انا ساكنه غير في العشوائي. جات السيده اللي داير لها الوكاله، وليت كنخلصها هي كتعطي قدامي تتقول ليها فلوس. نكرني عاوتاني، دار الدعوه الاولى رفضوا لي الطالب، الدعوه الثانيه عندي 6 شهود اللي عندي بانني كنخلص الكرا، والقاضي ما دار معايا حتى شي حق، ما عطانيش باش الفرصه باش نهضر، ما عطانيش. هو كيقول لي با وانا كيدير لي في الهضره، تيسكتني كيقول لي سكتي لا لا، قد السؤال قد جاوب. وانا دابا كنطالب من سيدنا الله ينصره، كنطالب من وزير العدليه ياخذوا لي حقي، لان يعني ولادي غادي يتشردوا في الزنقه. كنا ما كنتش كنخلص هاد السيد، انا كنخلصو كل شهر شهريا كنحط ليه 14000 ريال ديالو. 9 سنين باش كاريه عنده، كاريه 14000 ريال. والعون اللي جات هو الله يخلف عليه دار لي شقه، وانا شوف غير غرفه عندي ومرحاض، دار لي شقه. كنطالب ياخذوا لي حق، ديروا اعاده النظر لهذاك الدوسي، لان تبين هو عندي تسجيل عليه تيقول عطى عليا مليون عطاه القاضي، مليون اللي عطاه رشوة. عندي تسجيل ديالو، عندي اوديو ديالو، انا حتى القاضي بين لي في هذاك الجلسه ديال البحث بين ليا، هو تيقول لي با وحلف، قال لي قسما بالله كنعطي الروسي الدار كلها كاين 17 بيت، قال لي كنعطي الروسي. قلت لي استاذ الا لقيتي غير بيت واحد فيه روسي ما نهضرش، انا نهز حوايجي ونخرج ولا نبرك في الزنقه. هو يقول لي سكتي لا لا سكتي، قال لي على قد السؤال تعطي الجواب. هو كيخليه يهضر، انا ما خلانيش نهضر. وعندي 6 ديال الشهود اللي عندي بانني كنخلص، الزويد دوم اليمين. ودابا حتى السيده اللي داير ليها الوكاله، داير لها وكاله خاصه كتخلص معاه في الكرا، كتوقف معاه كتشد مع الدريات كيعطيه هو، انا كنعطيه هي. ملي دعاني المره الاولى كنعطيها هي، كنعطيها كتقول لي هاك هادي ديال السيده ديال بيتها. ملي مشات دارت معايا اشهاد حكمت دارت بالحق، هو يدير لها فسخ الوكاله، ما بقاش تقبلها تتبقى هنايا. ما بيناتهم استيمانه ما بين باش دارت معايا الاشهاد وما بين دار لها فسخ الوكاله، فسخ لها الوكاله ديالها. داك السيد ما كيعرفش بينه وبين الله، كيفاش كياخذ فلوس وكيحلف عليهم. ومشى وعطى عليا فلوس وكيقولها بالعلالي ما حشماش، كيقول انا عطيت عليك مليون وعندي التسجيل ديالو بان عطى عليا مليون رشوة عند القاضي. ما كيعطي حتى واحد اخويا الروسي الدار كلها، حتى واحد ما كيبغيش، حتى واحد انسان تيقول ساكن حقه وراجل كبير معدو ما يدير لينا وهادي. ودعاني كنا كنطالبو ما كيبغيش. دابا تمن القيد ولا عيق بان ما كيعطيش، بغينا شهاده السكنه عارفه ما كيعطيش الروسي، كيقول لك داك السيد ما كيعطيش الروسي. دابا كيقول لك التناقض، دير لي الطابق الثالث، الملكيه عنده فيها غير طابق واحد، وهذا الشيء غير عشوائي. رشتي اخويا هذا الشيء غير زيد. دابا حنا غادي نتجمعوا كاملين، غنمشيو غندعيو على تواصل. دابا انا الدوسي ديالي راه في المحكمه في استئناف، دفعت الشهاده ديال ديك السيده والشهاده ديال الجيران ديالي ديال الدريات اللي في الدار، راه دفعتهم حتى هما معاهم.